الإنسان الذي يتبع الهوى والشهوات ويتبع العشق ما يسمى يعني يعشق مثلا، فإن هناك تغيرات تحدث في دماغه وهرمونات تفرز تؤدي إلى إجهاد في عمل الدماغ. الذي يتأثر هنا بالدرجة الأولى هو القلب. لماذا؟ لأنك عندما تبالغ في علاقة ما، لذلك الإسلام حرم كل هذه العلاقات، علاقة حب أو عاطفة أو عشق أو كذا، فإنك تصل إلى درجة الهيام الذي لو توقفت هذه العلاقة بشكل مفاجئ والدماغ تعود على إطلاق هذه الهرمونات، تعود على وضع محدد والقلب تعود على ذلك، ينعكس ذلك على القلب. حسب دراسة علمية تؤكد أن حالات فقدان هذا العشيق أو ما شابه ذلك يؤدي إلى أثر كبير على القلب، وأحيانا قد يصاب بنوبة قلبية قاتلة. لذلك القرآن حذرنا من ذلك، قال تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه، أولا ذكرك بمقام الله عز وجل، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأنت لك السعادة والصحة في الدنيا وجنتك هي المأوى يوم القيامة. نسأل الله أن نكون من هؤلاء.